كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح خالد العلي. كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك علينا وعليكم. تقريبا أول مرة أسويها، مو أول مرة، استغفر الله، ممكن سويت السنة الماضية، لا اللي قبل السنة الماضية سويت عيد أضحى، صورت ولا ما ادري والله. انتو شيخ، انتو روح اشوف القناة سويت ولا لا، كان هذا الثاني ولا الاول، اتوقع الاول. عيد الاضحى، صلينا العيد وجينا الحين. كل عام وانتم بخير، والعيد اضحى مبارك علينا وعليكم. ما ادري، بس السنة الماضية ما سويت، السنة الماضية ما سويت، والسنة اللي قبل الماضية ما ادري سويت ولا لا. اتوقع هذا السنة الثالثة لي حق عيد الاضحى، ايوه ده يوم بديت في اليوتيوب. شكرا على كل شيء تسويه اساطير. وبالنسبة لعيد الاضحى، راح يكون فيديو واحد اليوم الاول والثاني والثالث، فيديو واحد عشان المفاجآت راح تكون في عيد الفطر مو عيد الأضحى، بس عشان عيد الأضحى وكذا قلت بسوي لي فيديو ثاني، يعني أسوي فيديوهين في يوم واحد، يعني خلال الـ3 أيام هذه حقت العيد هذه بسوي في كل فيديو، يعني 3 أيام 6 فيديوهات، يعني في كل يوم فيديوهين يعني. والقطعة كانت ما أدري ليه، بس كنت مقرر اني اسوي كل يوم فيديوهين، بس قلت لا صعب شوي، اذا سويت فيديو حق اليوم وحق بكرة ما اقدر اسوي، يعني لازم اخذ الاستراحة يعني، بس قلت خلينا في العيد نسويها يلا. وبعد شوية بروح اروح الذبايح وشوف الخروف ونذبحه كده. وبس كده وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب، ومعكم صالح خالد العلي، كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك علينا وعليكم، وإلى اللقاء.